بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يطرح في النار. وقد يقول قائل: ما هو الدليل الذي أجده في نفسي على محبة الله ورسوله؟ والدليل هو المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ادعى قوم محبة الله فأنزل الله قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولذلك ادرس نفسك في متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيما جاء به في الفرائض التي أوجبها الله علي وعليه في إقامة الصلاة ويقيمها الذكر الرجل في المساجد مع جماعة المسلمين، لأن الله يقول: واركعوا مع الراكعين. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بإقامة هذه المساجد ويحث على ذلك، فإن المساجد إنما بنيت لذلك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة